بسكت رئيس هيئة القوات في القوات المسلحة. ثم عرضت إلى مجلس الوزراء للعمل كمستشار للسيد رئيس الوزراء للمنطقة الجنوبية. ثم توليت الأمين العام المساعد من مجلس الوزراء لتحليل ومتابعة السياسات. ثم بعد ما خلصت الوظيفة دي رجعت المستشار تاني لرئيس الوزراء بصفة عامة يعني في الموضوعات اللي هي تخص السياسات الاجتماعية والصحية. ده التدرج بتاعي. الحمد لله أنا حاصل على وسام الجمهورية ونقطة الواجب ونقطة التدريب ونقطة الخدمة الطويلة يعني هو كل مكان الحمد لله اشتغلت فيه حصلت فيه من خطابات الشغل والتقدير الثلاث سنين اللي في مجلس الوزراء أضافوا لي خبرة كبيرة في العمل والتعرف على المشاكل الاجتماعية والصحية اللي بتواجه المجتمع المصري. ده بريفنج كده سريع عن السيرة التدريبية بتاعتي. بعتبر التولى المنصب او الوظيفة في هذا يعني بيبقى موضوع مش سهل ومسؤولية خطيرة، مسؤولية خطيرة لأن هو المحافظ بيعتبر ايه؟ رئيس الجمهورية أو يعني رئيس بيمثل رئيس الجمهورية أو بياخد مهام رئيس الجمهورية في المحافظة. مسؤولية خطيرة، مسؤولية صعبة، مسؤولية جسيمة، مسؤولية ما تخليش الواحد بيعرف ينام أو يستريح أو ما إلى ذلك. وإحنا إن شاء الله ربنا وفقنا نكون على قدر هذه المسؤولية بحيث إن إحنا نؤدي أداء يرضي الناس، أداء يحقق طموحات وأمال الناس بعد ثورة 25 يناير وبعد ثورة 30 يونيو. إحنا عندنا مرينا فترة صعبة خلال السنة العقود السابقة وبقى إحنا كلنا عندنا طموحات وأمال كبيرة إن إحنا نتمثل في ثلاث محاور رئيسية. المحور أو المدى القريب المحور أو المدى القريب إن أنا أقبل إن أنا أحاول خلال ثلاث أربع شهور تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين أهل المنطقة. هي المشاكل اليومية اللي بتقابل المواطن والخدمات الأساسية اللي بتقابل المواطن سواء في الصحة في التعليم في الحاجات اليومية اللي بتقابل اللي هي النظافة الخبز أنابيب البوتاجاز المرور هي الحاجات اللي هي بتمس حياتنا كلنا في الشارع والتعامل اليومي والخدمة اللي دي حاجة يعني محور عادي وسريع لازم يشعر المواطن الخضراوي خلال أسابيع قليلة بأن هناك تحسن في إذا لو قلت عن النظافة والمرور والفرص والرسم والطرق وما إلى ذلك من الخدمات اللي هي تشعر بالنوع من الارتياح في الحياة اليومية. الحاجات دي تحتاج بعض الامكانيات الماديه البسيطه ان شاء الله هنوفرها لكن نجاحها اكثر هو العمل الميداني واستخدام كافه الامكانيات المتيسره وتخطيط مترشدها والاصرار على الاستفاده بكل ما هو سواء امكانيات بشريه او امكانيات اخرى ماديه. العمل الميداني هو اساس النجاح اللي عشان احقق نجاح في الحته دي في المنطقه دي بالذات هو العمل الميداني. وانا بقول ان انا كل مسؤول كلما المستوى يقل يبقى توجه الشارع يعني كنت انا بمضي من وقت 50% في الشارع يبقى مطلوب من رئيس المدينه او رئيس الحي يتواجد 70% في الشارع. رئيس القرية يتواجد من يعني كلها شغلها زي عامل النظافة، عامل النظافة شغلها غير ان هو طول النهار ما
Ja, ja.